السمسميه هي اللي بتنده العازف وهي اللي بتنده المستمع ليها، هي لغز كل حاجه بس احنا بنحبها قوي. هي زي الحبيبه كده بالظبط، وقت ما الواحد بيتضايق او كده بيروح لها على طول. انا احمد العشري، عندي 27 سنه، بعزف سمسميه بقالي بالظبط 16 سنه. كونت فرقه صحبه من حوالي 4 سنين انا وزمايلي، ويعني احنا بنسعى ان احنا نقدم التراث البورسعيدي في صوره شبابيه وبصوره جديده، وبنحاول ان احنا نقدم يعني فننا دوت في جميع انحاء مصر، ونحاول ان احنا ان شاء الله نوصله لجميع انحاء العالم. هي السمسميه آلة فرعونية كانت موجودة على الجداريات بتاعة المعابد الفرعونية، وصلت لنا عن طريق النوبة، بلاد النوبة. من هنا بقى في ارتباط بين السمسميه وبين أهل بورسعيد كمان بعد حفر القناة والحروب والحرب الاستنزاف والعدوان الثلاثي، بسبب إن عملوا أغاني مرتبطة بالفدائيين ومرتبطة بالوطنية والقومية بتاعة البلد. احنا يوم الجمعة بالنسبة لنا هو يوم تجمعنا، احنا بنعمل بروفة كده خفيفة قبل الشغل بتاعنا، بنقدم حفلة مجانية للناس، والحمد لله لنا جمهور في بورسعيد بيستنانا كل يوم جمعة شاطئ الياسمين، ويعني بنتمنى ان احنا نكون فعلا عملنا رواج في المكان وخلينا السمسميه تبقى مشهوره وان الناس بتستناها من كل جمعه للجمعه. احنا اول لما فرقه صحبه طلعت، يعني احنا اول ناس عملنا قصه ان احنا نشتغل على البحر في بورسعيد، طبعا بعد فرقه الطنبوره البورسعيديه اللي هي اصلا شغاله بتعمل حفله بقالها 30 سنه. طبعا احنا الفرقه عندنا ما فيش ليها اي دعم، يعني احنا الفرقه بقالها 4 سنين شغالين عباره عن مجهودات ذاتيه، احنا اللي بيجي لنا من الحفلات بنعينه في حاجه اسمها صندوق الفرقه بتصرف على الفرقه. فاحنا دلوقتي بنحاول نبحث في الاماكن اللي هي بتمول، وبنحاول نبعت علشان خاطر مثلا نقدر ان احنا نوصل على دعم مادي او حاجه تقدر تخلينا ان احنا نفضل مكملين.